نعم مشاهدينا الأعزاء، شاهدنا الأحداث في الأحواز والأفلام التي توصل إلينا من الداخل، كما العالم العربي والغربي شاهد هذه الأحداث وهذه الأفلام. هذا الفيلم الأخير الذي بثيناه هو في مدينة الخلفية والانتفاضة التي قاموا بها أبناء الأحواز في مدينة الخلفية. نشهد على أيادي المناضلين الأحوازيين في الداخل وعلى أيادي الأسرة وعوائل المنتفضين وعوائل الشهداء. مشاهدينا الأعزاء، كما وضحنا ما قبل الفاصل، ضيفنا الثالث هو الناشط الحقوقي ناصر تامر عبيات من مملكة السويد. موجود معي أخوي فاضل؟ نعم أخي أنا معك. حياك الله أخوي ناصر، ونشكرك على تواصلك وتواجدك الليلة معنا. أستاذي، في الشعر الأحوازي هناك تصعيد أمني قمعي واعتقالات واسعة من قبل السلطات الإيرانية المحتلة ضد أهلنا في الأحواز المحتلة. كيف تفسر ذلك وأنت شاهدت هاي الأفلام وشاهدت التصاوير التي وصلت من الأحواز للعالم الغربي والعربي والإعلامي؟ نعم، بالبداية خل أسلم على جميع مشاهدين قناة الأحوازية الكريمة، وأيضا أبارك لهم 15 نيسان اللي هي أصبحت مناسبة وطنية لكل أحوازي شريف. طبعا يعني ليس من الغريب وليس من العجيب أن النظام الإيراني وبالذات في هذا البرهة من الزمن في شهر نيسان أن يقوم بالقمع والاحتقال وإعدام من الناشطين من عرب الأحواز. نحن شاهدنا من 2005 اللي كان سنة اندلاع الثورة، ثورة نيسان المباركة، بدأ التصعيد الأمني وعسكرت الأحواز سنة أكثر من سنة اللخ. فانطلاقا من هذه القاعدة نشاهد في هذا الشهر كثير من الاعتقالات، كما يعني آخر الإحصائيات اللي وصلت لنا تعدى الرقم لأكثر من 300 شخص اللي تم اعتقالهم في مناطق مختلفة ومدن مختلفة من الأحواز، من العاصمة، من الخفاجية، من الفلاحية، من الحميدية البطلة، من المحمرة، من عبادان. فالاحتقال على كافة المنطقة، وأيضا هناك الذين كان لديهم سوابق أمنية وكان محتقلين أيضا تم إحضارهم من خلال التليفون، تم إحضارهم طبعا. ويعني التفسير هو الوحيد من هاي الأحداث والاحتقالات هو رعب النظام من الوعي التصاعدي للشارع العربي الأحوازي. النظام يعرف ما هي الأحواز وما قيمة الأحواز سياسيا، اقتصاديا، استراتيجيا، 8 عقود وهو ناهب الثروات وكل ويمد الحركات، يعني باني سياسة الخارجية على تمويل الميليشيات المسلحة الطائفية. طبعا كل هذا مصدرها الاقتصادي هو من الأحواز، فيعرف هو ما قيمة الأحواز اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا. نعم أخي. نعم أستاذ فاضل، هذه الأيام مع الأسف سمعنا خبر محزن وهو حول مواطن أحوازي في مملكة السويد، وحضرتك هناك موجود لديك نشاط حقوقي، الأستاذ قاسم فرقوسي وهو مواطن أحوازي وطالب اللجوء في مملكة السويد، ومع الأسف تم الرفض هذه بطلب اللجوء، وحاليا يواجه حكم لمغادرة مملكة النرويج قصريا واتجاه لإيران. وهذا الشخص هو ناشط سياسي كان ولديه مقابلة مع القناة الأحوازية ولديه حضور مع النشطاء الأحوازيين في الاحتفاليات التي قامت في مملكة السويد. ما هي آخر الأخبار التي لديك من الأخ قاسم فرطوسي؟ والله أخي بالنسبة يعني خبر جدا حزين إلى الشباب الناشطين الموجودين في مملكة السويد. مع الأسف الشديد هو كان يعمل وبشكل رسمي ويدفع ضرائب، وتم احتقاله من محل العمل، وأيضا الآن هو محتقل في محتقل دائرة الهجرة ماشطة. ومع الأسف الشديد بعد ما بث في قضيته مجددا، ولكن مع الأسف الشديد أسبوع
الفات حصل على رفض بان، وحسب ما أنا طلعت حسب اتصال تليفون معه من المحتفل قال لي بأن لم يقبلون النشاط اللي أنا قدمته، والعذر اللي كان يعني في حال رجوعك إلى إيران هناك لم تواجه أي مشكلة. ومع الأسف الشديد يعني ما أعرف بناء على أي معلومات يردون يرحلون الناشط السياسي قاسم الفرطوس، ونحن نعلم هو ناشط سياسي أحوازي وقام بأعمال عدة سياسية وثقافية في مملكة السويد، ولكن مع الأسف الشديد حسب ما اطلعت من آخر الأخبار من عنده الشرطة أسبوع قبل 3 أيام الشرطة عاملة مع مقابلة ومبلغين بأن يوم الثلاثاء يوم 30 هذا الشهر الساعة 10:30 صباحا يتم ترحيله إلى إيران. ومن خلال شاشتكم الموقرة كل الذين يعملون في مجالات حقوق الإنسان من الناشطين في مجال حقوق الإنسان أرجوكم دعم الناشط قاسم الفرطوسي والدعم بأي وسيلة وبأي شكل من الأشكال حتى نستطيع أن نوقف ترحيله إلى من مملكة السويد إلى إيران. فهو أنا قبل 3 ساعات كانت عندي مكالمة هاتفية وهو يعني هو طلب من عندي أن من خلال قناتكم الموقرة إلى جميع الذين يعملون في مجال حقوق الإنسان الذين يستطيعون أن يساعدون الناشط قاسم الفرطوسي بأي وسيلة من الوسائل وبأي شكل من الأشكال لا يقصرون، والوقت جدا ضيق، مو بكرة بعد بكرة هو رايح يترحل إلى إيران، فأرجوكم يعني الوقت جدا جدا متأخر، وإن شاء الله إن شاء الله ما يستطيعون يرحلونه، وهذا يعني مبتني على الشباب إذا شدوا حيلهم وارتبطوا واتصلوا بالجهات المعنية. نعم مع الأسف يعني كيف السلطات السويدية ترحل مواطن أحوازي وهو يعني يواجه عقوبة الإعدام أو أقل من هذا يواجه حكم سجن لمدة 20 عاما، وهو يعني مهما كان مواطن أحوازي لما يخرج إلى المهجر ويرتبط مع المنظمات الأحوازية والتنظيمات الأحوازية هذه أهم يعني حكم عليه هو 20 عاما ارتباط مع التنظيمات الأحوازية مع مؤسسات الأحوازية وحضور في جلساتهم، وهي هذه شيء يعني أقل شيء 20 سنة حكم عليه. كيف يعني السلطات السويدية يعني تخاطر بحياة هذا الإنسان وترحله على الحكومة الإيرانية؟ والله يعني هو حسب علمي هو أحد أعضاء الجبهة الشعبية الديمقراطية، وأيضا الشباب ما مقصرين معه. نعم والشباب ما مقصرين معه يعني، ولكن الجهود ليس بالمستوى المطلوب، يعني لازم كل الجهات الموجودة وكل القنوات الموجودة لازم تتحرك من أجل إيقاف الفوري والعاجل لقرار الترحيل اللي صدر مؤخرا من محكمة دائرة الهجرة، وهو نعرف احنا كلنا نعلم بأن هو هذا حكم غير عادل بالنسبة للحق أخينا والناشط، ونعرف احنا الآن الشباب يعني يطالبون بوقف الإعدام بحق 5 من النشطاء من مؤسسة الحوار، فلا يكون الشخص هذا يترحل إلى إيران وأيضا لا